ملوك اللعبة احنا بنعليها. احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا. احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القضية هتتشال. الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا. احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها. احنا بدعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الاهلوية وبيت كل الناس. انا الاهلي، انا الاسم اللي هز جبال، انا الحاضر والماضي، انا مصنع الابطال. عايز ابتدي مع حضراتكم النهاردة واحكي مع حضراتكم حكاية قد تكون حزينة للبعض ولكنها سعيدة لكل جمهور النادي الأهلي. مرة مسؤول في أحد الأندية اعتقد أنه لما يشتري 4 أو 5 لاعبين من النادي الأهلي هيقدر يهز استقرار النادي الأهلي أو حتى يبعده عن الريادة والانتصارات. دفعت فلوس كتير وإغراءات وملايين، ولكن موضوع انتهى.